بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم، العلي العظيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وخليلك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام في السيرة النبوية مع خير سيرة وأفضل مسيرة، إنها سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله وسلم عليه، ما تلى الليل النهار وما جرت الأنهار. وسنقرأ معكم إن شاء الله وسنأخذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب شيخنا الدكتور هيثم بن محمد سرحان حفظه الله تعالى، وهو كتاب مختصر اسمه المختصر المفيد لسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وشمائله. سنأخذ السيرة والشمائل إن شاء الله والهدي من خلال هذا المختصر، سائلا الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بذلك وأن يرفعنا بذلك وأن يجمعنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد، وكل من يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعرف هديه وسيرته وشمائله وأخلاقه، كل بحسبه، وهناك ما هو فرض عين من ذلك على كل مسلم. وقد قال ابن القيم رحمه الله: إذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه صلى الله عليه وسلم ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب نبيه صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن يرزقنا عبادة الله بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شمائله وهديه صلى الله عليه وسلم هو أفضل هدي، وهي خير شمائل، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهذا النسب متفق عليه بين النساب، وعدنان من ولد إسماعيل الذبيح ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق. وفي الحديث أن هرقل وكان ملكا للروم قال لأبي سفيان قبل أن يسلم: سألتك عن نسبه، أي عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى
قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، وكل أسمائه مشتقة وليست أعلاما محضة، وهي نعوت وصفات لا تفيد فقط مجرد التعريف، بل هذه الأسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال صلى الله عليه وسلم. فهو محمد، وهذا أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، وبه سمي في التوراة صريحا. ومعنى محمد كثير خصال الخير التي يحمد عليها، ومن أسمائه أحمد، أي أحمد الخلق لله، ويحمده أهل السماء والأرض وأهل الدنيا والآخرة لكثرة خصاله الحميدة. وهذا الاسم هو الذي سمى به المسيح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورد اسم أحمد في القرآن مرة واحدة، واسم محمد ورد 4 مرات: محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وآمنوا بما نزل على محمد. ومن أسمائه المتوكل، سمي به لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه الماحي، الذي يمحو الله به الكفر، ولم يمح الكفر بأحد كما محي به صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه الحاشر، الذي يحشر الناس على قدميه، فكأنه بعث ليحشر الناس. ومن أسمائه العاقب، الذي ليس بعده نبي، فهو بمنزلة الخاتم صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه المقفي، الذي قفى على آثار من تقدمه، فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل. ومن أسمائه نبي التوبة، الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب عليهم توبة لم يحصل لهم مثلها قبل. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة. ومن أسمائه نبي الملحمة، الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي ولا أمة كما جاهد هو صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم الكبار التي وقعت لم يعهد مثلها قبله. وهو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فرحم به أهل الأرض كلهم. فأما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة، وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه الفاتح، الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجا، وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، وفتح الله به أمصار الكفار، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أسمائه الأمين، هو أحق العالمين بهذا الاسم، فهو أمين الله على وحيه وعلى دينه، وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض. بل إن الكفار في مكة سموه الأمين قبل أن يبعث رسولا صلى الله عليه وسلم، وهو البشير الذي يبشر من أطاع الله وأطاعه بالثواب، وهو النذير لمن عصاه بالعقاب وعصى الله تبارك وتعالى، وهو سيد ولد آدم. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهو السراج المنير الذي ينير من غير إحراق، السراج المنير ينير بغير إحراق بخلاف الوهاج، فإن فيه نوع إحراق. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وهو عبد الله، له عبودية خاصة، بل له عبودية خاصة الخاصة صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كمل مراتب العبودية، وأكمل وصف له
وأحسن وصف له ما وصف به نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، صلى الله وسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يعمل به ويقف عند حدوده، فيرضى لرضاه ويسخط لسخطه، وهو خليل الله، ولم ينل خلة الله إلا هو وأبوه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. والخلة هي أعلى المحبة، قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا في جسده الشريف. يقول أنس بن مالك خادمه رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، أي أبيض مستديرا، كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة، وهو نوع من الحرير، ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عن قامته فيقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، يعني متوسط القامة، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وأما عن وجهه يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه صلى الله عليه وسلم. وسئل البراء رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر، أي مستديرة. وأما عن شعره صلى الله عليه وسلم فيقول خادمه أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين، لم أرى بعده مثله، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعدة، أي لا التواء فيه ولا تقبض ولا سبط، أي ولا مسترسل. وأما عن عينه صلى الله عليه وسلم فيقول جابر بن سمرة رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أي واسعة، أشكل العين، أي فيه حمرة في بياض العينين، منهوس العقبين، أي قليل لحم العقب. وأما عن عرقه فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي نام نومة القيلولة، فقال: عندنا، فعرق، وجاءت أمي بقارورة، فجعلت تسلت، أي تجمع، تسلت العرق فيها، أي تجمع العرق في هذه القارورة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وعليه خاتم النبوة بين كتفيه، وهو شيء بارز في جسده صلى الله عليه وسلم كالشامة. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنهما: ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة، يشبه جسده صلى الله عليه وسلم. قل الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان أصحابه رضي الله عنهم يجلونه إجلالا عظيما. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه،
وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. ويقول عروة بن مسعود الثقفي يصف النبي صلى الله عليه وسلم لقريش يوم الحديبية مع أصحابه: والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظرة تعظيما له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما عن أدبه مع الله سبحانه وتعالى فيقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: فقلنا أنت سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا وأعظمنا طولا، قال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وأما عن شجاعته فيقول علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون أحد منا أدنى إلى القوم منه. وأما عن خشيته لربه فيقول صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وأما عن إحسانه لأهله فيقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأما عن حيائه فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وأما عن تيسيره صلى الله عليه وسلم وعدم تشديده فتقول أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان صلى الله عليه وسلم أبعدهما منه. وأما عن انتقامه لنفسه فكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. وأما عن حاله مع الطعام فكان لا يعيب الطعام. تقول عائشة رضي الله عنها: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وكان من وصفه صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة. وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا، مع أنه وصل إلى مقام في السماوات العلى يوم معراجه إلى السماء لم يصل إليه بشر قط، ولا وصل إليه حتى جبريل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان متواضعا صلى الله عليه وسلم. يقول عقبة بن عامر أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، أي صار يرجف هذا الرجل، فقال له صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، أي اللحم المجفف. وأما عن خدمته لأهله فعن الأسود بن يزيد رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. وأما عن تغافله عن الجاهلين فقال صلى الله عليه وسلم:
ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنتهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. وأما عن صدقه فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وأما عن خلقه مع خادمه فيقول أنس وهو خادمه رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فوالله ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وأما عن عدم تميزه صلى الله عليه وسلم عن أصحابه بشيء وعن كونه واسع الصدر رحبة، فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه: بينا نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. قال: فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل: يا محمد، إني سائلك فمشتد عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل ما بدا لك. فقال الرجل: نشدتك بربك ورب من قبلك. الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وأما عن خبزه صلى الله عليه وسلم فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عن زهده في الدنيا صلى الله عليه وسلم فيقول: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. وأما عن أدبه في لسانه صلى الله عليه وسلم فكان لا يشتم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وأما عن مسه لأيدي النساء الأجنبيات فكان صلى الله عليه وسلم لا يمسها ولا يصافح النساء الأجنبيات. تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. وأما عن مسكنه وعن عيشته صلى الله عليه وسلم فيقول عمر: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير فجلست، فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق. قال: فابتدرت عيناي، يعني بكى عمر لما رأى من حال النبي عليه الصلاة والسلام، ما عنده شيء في بيته صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك،
وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.